اكستريم مع امين ديب. ما بعرف اذا اليوم ما بدنا اكستريم، خلينا على الثلجات، مش ضروري اكستريم تنبسط ونتسلى. اي برايي القعده هون اكستريم يعني. مجرد وجودنا هون اكستريم. بدي اذكر انه ليش انا لبست هلا، لانه ما عم بعمل سبور، ما عم بتحرك، ماني عامل وورم اب ابروبريت لا اكون عم بعمل هيك شيء. فاذا قاعدين الناس بس انه عم بهيك محل لازم يكونوا مدفيين حالهم منيح، خاصه لما يكون في هواء. وعلى سكيار يعني مرتاحين على وضعهم. هي صحيح لانه هلا بتعلى التمبرتشر تبعيتهم، هن بحسوا حالهم مش هالقد بربانين لانه عم يتحركوا دايما وفي موفمنت وفي بلاد فلو سريع عندهم، التمبرتشر اعلى ونبضات قلب بالتالي اعلى. شو الاكستريم اليوم؟ اليوم رح نحكي عن سنوموبيل، عم جرب نحكي عن الامور يلي بتختص بها البيئه بها الانفايرمنت. بتعرفي لما نحكي نحن بلبنان بنعرف اسمه سكيدو، بس هو اسمه سنوموبيل او سلاد او سنو ماشين. امتين صار كتير بالطابع تبعه الكوميرشال هو بسنة تقريبا بنص الستينات، وما بينما هذا النوع من الماشينز انشغل عليه ليكون وسيلة نقل بالتلج بالاماكن يلي ما بتوصل عليها اكيد رح نشوف عدة صور هلا يلي ما بتوصل عليها الاماكن السيارة مثلا او حتى الاسيوفيز او الجيبس او كل هدول. اليوم شو بدي احكي؟ بدي احكي عن سنوموبيل قديش هي رياضة ممكن نعملها اكستريم. بذكر دايما انه ممكن واحد مشاهدينا ممكن يطلع على السنوموبيل ويمشي فيها على رواق وما يكون عم بشكل خطر. بكل بساطة اذا بتفوتوا على حيال محل بتعملوا ريسيرش مثل يوتيوب بتشوفوا الاكستريم اكستريم سنوموبيل قديش العالم معقول يروحوا اكستريم بهالشغله. يعني بيطلعوا بيعملوا جامبس، بينزلوا سلوبس كثير قويه، بيطلعوا محلات بيطلع محلات فيها كثير مثلا صخور. قديش ممكن نروح فيها؟ هيدي الشغله نحن اللي بدنا ننتبه عليها. بلبنان نحن في كوميونتي كثير كبيره لهذا الموضوع، ونحن كل اسبوع هلا بعد شوي انا رايح اعمل سنوموبيل. الفرق انه رح كون عم براعي السلامه العامه، يعني سنوموبيل بده جير معين. اول شيء بالحراره هالقد لما تكون متدنيه بدك تلبسي شيء بيتناسب مع الهواء ومع الحراره ومع السقعه، لانه معقول الواحد يكون عم يغزي حاله. مظبوط. بالمرتبه الثانيه اكيد بده الواحد ينتبه على حاله. معظم الاصابات اللي بتصير، وانا اليوم بدي احكي عن الاصابات اللي بتصير خلال موسم التزلج بالسنوموبيل، هي اكثر من الحوادث اللي بتصير بالسيارات. نسبة عالية كثير. مشان هيك اليوم الإصابات بتصير في تهور، ولا هي فيها الريسك كبير؟ في تهور، وهي ماشين خطرة، ماشين أجريسيف، ماشين لا تقدر تعمل هذا الباور هذا التورك على التلج لتمشي، ماشين قوية. طيب هلا وين رايح تعمل سنوموبيل؟ حوالينا كله تلج، نحن بنروح نزول بعد هيك انطلاقة من الزعرور، بننزل نزول بنرجع على الزعرور. لكن في يعني باث معين، مناطق معينة؟ لا ما في باث معينين، في محلات بس. اليوم في بكثير أماكن يعني من الرولز إنك تعرف المنطقة اللي رايحة عليها. إذا بحكي تيبس شوي، نلبس طاسة دائما على راسنا. نلبس ثياب كثير خصوصي بتتناسب مثل ما قلت. ما نروح باماكن ما بنعرفها، يعني بكثير محلات ممكن تكون هي وديان وجاي عليها ثلج وممكن نغرز. افضل يكون في جايد يعني. اكيد في، لانه شركه متخصصه بتبقى بتعرف، مثل بالزعرور كلوب هون بيعرفوا المنطقه، بيعرفوا الجبال، بيعرفوا الوديان تبعولها، بيعرفوا كل صخره كل شجره وين موجوده، وبيعرفوا حتى وين الثلج منيح وين الثلج دايب، وين في تحته مي، وين اكثر الحوادث اللي بتصير عند يعني كثير ناس بيوقعوا وبيعملوا ارتطامات، ان كان بشجره ان كان بناس ثانيين، بيضربوا ناس ماشيين ان كان على التلج، ان كان بيضربوا بغير سنوموبيل، ان كان اشخاص عم بيعملوا سكي عم بيعملوا سنوبورد، صخره، كل هدول معقول يشكلوا خطر. اهم شيء يعرفوا لما تكون الفيزيبيليتي كمان منا الرؤيه منا مضبوطه، كمان ما لازم يكونوا عم بيعملوا. في ناس بيطلعوا بالليل، اذا في بالليل ضباب او شيء هيك ما لازم واحد يكون عم بيعمل هذا الموضوع. التراشق بالثلج يعتبر اكستريم، خاصه لما بتكون هالقد مرصوصه البول. بس انت بلشت تكب علي هذيك، بس انا ما رصيتها هالقد. ايه كانت خفيفه صراحه، مع انه نوعيه الثلج عن جد رائعه. نوعيه الثلج كثير منيحه، لانه بتعرفي انا قلت هذيك المره هون زعرور كلوب عنده ستاندرد كثير وورد وايد، يعني انه اتس فيري نايس. مش بعدين حتى انت وطالع يعني اذا شوي بتضرب الشمس اذا هلا برد لك اياها. لا لا مش عارف شو رح يصير، انا اذا ببلش ما بعود واقف يعني اليوم. عشان هيك ما عم تلعب معك، عم تلعب معي. بس هلا شكلي انا بدي ضلني منتبه، شكلي في شكلي لح. انا عم بحكي على سنوموبيل اكل سنوبول.
بس انت وجاي اذا يعني على الطريق وخاصه على الثلج يلي على الشجر أوكي. اذا بتضرب الشمس عم يلمع بشكل رائع صحيح. يعني ما بعرف اذا فيك تشوفه وين مكان لان نوعيه الثلج بتفرق من منطقه للثانيه وبتعطي غير افكت. وانا جربت بلع عينات انه هيك عم بجرب وحش ما فيك انا كمان جربت انا مش قادر ابرم لعندك لانه في شيء عم بيتحضر لي كثير على رواق شباب نحن على الهواء في راجمة انا ضد بتعرفي الشباب دائما لانه اكستريم لانه انا دائما بمزح معهم لما بدهم يحضروا لي شغله بحضروها كثير قويه يعني انت مثلا كبوا عليكي وحده انا في 10 هلا بدها تنزل إيه علي بس نحن ما معنا سلاح ما يعني بلا مش فرقانه معهم هيدي امبلي يدويه عشان هيك انا الحرجه كبها ها عليهم وما في حولنا تلج ها انه عم يصطادونا مزبوط هذا غدر اسمه لا مزبوط اذا بنرجع لموضوعنا بنقول انه لازم نكون كثير منتبهين لما نعمل هيدي الرياضه كيف لما نسوق بالسياره بنطلع بنسوق على مهلنا بننتبه حوالينا اليوم التهور عم بشكل هو عامل اساسي للحوادث اللي عم تصير بمختلف الرياضات خاصه بالرياضات الميكانيكيه اليوم سنوموبيل لارجع عليها تطورت كثير يعني كمان اول شيء مثلا بعطيكي مثل البلت تبعي اللي هو عنده هذا البوش على التلج كان ينعمل اول شيء من الرابر هلا صار بينعمل من الكافلار لما ينعمل من الكافلار اكيد بتعرفي هالماده اللي خارقه هي وبتكون دورابيلتي تبعها كثير اقوى وبتعطي برفورمانس اكثر على التلج عرفتي؟ لما كنت كمان عم بعمل ريسيرش شفت ركزت كثير على الحوادث وعلى الكراشز اللي عم بتصير كثير من الناس يلي عملوا هاد انجريز وصار في فاتاليتيز يعني صار في موت ما كانوا لابسين طاسه وخاصه لما تشك سنو موبيل بالارض بتقدف عنا ولما الواحد يروح صراحه بروح مثل السهم وبيضرب راسه بمحل اذا كان في ثلج رح يكون عنده انجري حتى لو كان بس في ثلج حتى لو ثلج منه مرصوص بكون عنده انجري على صعيد الرقبه المشكله اذا كان بكون في وراها شجره او صخره او شيء عم تكون فاتاليتيز كثير كبيره مشان هيك انا بتمنى على من خلال فقرة اكستريم من الام تي في لانه عم نحكي نحن دائما في سيفتي كمز فيرست وقتها بدهم يطلعوا يعملوا سنو موبيل يفكروا بالناس اللي بحبون ما يتهوروا يكون عندهم الجير اللي بيتناسب مع هذا الموضوع واكثر ما هيك وهي اكستريم بدون ما يكون يعني 250 بالساعه يعني معلش اذا شوي على مهلهم صحيح ثانك يو امين خلص وقتنا يس خلص وقتنا رح ناخد وقفة ونرجع نتابع لايف